كابتن ماهر، مباراة مهمة، مباراة صعبة. البعض بيشوف ان مباراة بيراميدز مباراة صعبة، مش البعض، كل الناس بتشوف ان المباراة صعبة جدا جدا، في ظل ان بيراميدز خرج من بطولة الكونفدرالية بعيد عن الدوري، طبعا في المركز الثالث لكن بعيد عن قمة الدوري، عايز ياخد بطولة في الكاس، خرج من الكاس من النادي الاهلي في نهائي الكاس، وبالتالي عنده الدافع الاكبر ان هو عايز ياخد بطولة ومن النادي الاهلي. بص يا اسلام، يعني فرقتين كبار زي ما معالي السفير كده تفضل وقال ان اي حد بيشرف، اي فرقه مصريه بتشرف في الامارات بيبقى شرف لينا. صحيح. وشرف للشعب المصري، وطبعا من خلالك ومن خلال برنامج قناه النادي الاهلي طبعا بنحيي شعب الامارات، حكومه وشعب، على التواصل الجميل والعلاقات اللي بيننا وبين دوله الامارات. والنهارده ده السوبر السادس، يعني اكيد نجاح هذا السوبر في دولة الامارات بيخليه ان هو من سنة لسنة بيبداوا يستضيفوا دوري السوبر المصري، وده نجاح لدولة الامارات بصراحة اسلام، ونجاح لجمهورية مصر العربية طبعا. وعايز اقول كمان ان اول سوبر اسلام يمكن اتعمل في الامارات كان حاجة تفرح بصراحة، يعني البنية التحتية. صحيح. والاستعدادات والتنظيم اللي على اعلى مستوى. احنا شفنا الجماهيرين، يمكن كان اول سوبر اهلي وزمالك، شفنا جماهير النادي الاهلي الاسره المصريه، الراجل وزوجته واولاده داخلين بانضباط ازاي. صحيح. الهتافات والاعلام نفس الكلام، القطب الثاني الزمالك، التنظيم اللي كان موجود. ومن هنا جه النجاح، لان يعني ما شاء الله كل المقامات موجوده من الدوله ومن نجاح البطوله. عشان كده النهارده احنا بنروح للسنه السادسه على التوالي للسوبر، فرقتين كبار الاهلي وبيراميدز. لو هنرجع بالتاريخ، احنا كسبنا السوبر، احنا كسبنا كاس مصر في اللقاء اللي فات 2-1، يمكن هم كانوا بدلوا بالتهديف وليد الكارتي، ثم تعادل الكهرباء بالهدف التعادل، ثم بعد كده وقت اضافي اسلام من صحيح. من الثالث، الوقت الاضافي الثالث والرابع، قدر حمدي فتحي يحرز لنا هدف بضربه راس جميله عشان يفوز النادي الاهلي بكاس مصر. عايز اقول لك السوبر اسلام بصراحه لما هنبص كده من الجانب الفني هنلاقي ان الفرقتين فيهم شبيه ببعض في التوازن في جميع الخطوط. يعني لو اتكلمنا مثلا على حراسه المرمى هنلاقي احمد الشناوي هنا، محمد الشناوي هنا، حارسين عملاقين بصراحه. لو شفنا مثلا خط الظهر بالنسبه لبيرمز هنلاقي احمد فتحي من ناحيه الباك رايت، عندهم احمد سامي مكان اسمه ده اللي اتعور، علي جبر، لا علي جبر موجود، محمد حمدي، يمكن اللعيب اسامه اللي اتعور في المباراه، اسامه جلال، اسامه جلال في الماتش الكاس. عندهم نص ملعب كمان فيه الخبرات وفي القوه وفي السرعه وفي الانقضاض، عندهم ابراهيم توريه وعندهم وليد الكارتي وعندهم كمان رمضان صبحي في الجانب الهجومي، عندهم فخر اللقاي وعندهم ابراهيم عادل وعندهم فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي ودود الجباس. يعني اسماء برضك اسلام، لعيبه عندها خبرات، لعيبه مميزه مهاريا وتكتيكيا. عايز اقول كمان هم موجودين في الدوري في المركز يمكن الثاني افتكر، برضك ده مركز الثالث، مركز بالنسبه لهم بيعتبر مركز جيد. هم طبعا مش محظوظين بس يمكن في كاس افريقيا ان هم بيوصلوا الكونفدراليه، بيوصلوا اسلام، لكن خبراتهم لسه في افريقيا يعني ما نضجتش. وعايز اقول لك ان احنا المرحله دي النادي الاهلي قابلها سنه 75، احنا قعدنا 3-4 سنين بنخفق في دوري افريقيا بسبب الامتحانات، كان وقتها بعض النجوم مش موجودين معانا، الخبرات ما كانتش اكتملت، لكن لما اكتملنا قدرنا نحصل على اول بطوله سنه 82. النادي الاهلي كمان عنده ثبات في التشكيل بشكل كبير جدا، مستر كولر بصراحه اسلام الراجل الفترات اللي فاتت كان موضوع التدوير في كل مباراه، 3-4 لعيبه، 5 لعيبه في اماكن مختلفه. الراجل بوجوده خلال الفتره ديت اسلام بدا يكتسب خبرات كثيره جدا بصراحه. صحيح. يعني وبدا يتعامل في الاستراتيجيه بفكر المحترفين. النهارده الراجل بقاله يمكن مبارتين ثلاثه، يمكن مباراه القطن كانت البدايه، بدا بفي تثبيت في التشكيل. احنا خلاص بدانا نعرف يعني فرق تشكيله النادي الاهلي قبل كل مباراه، يمكن بيبقى في تغيير واحد ممكن لاجل الاصابه، لكن التشكيل الثابت اللي بدا يعتمد عليه مستر كولر
الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمود متولي، عبد المنعم، معلول. عندنا نص ملعب من اقوى وسط الملعب اللي موجود في اسيا وفي افريقيا، عندنا ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي، والثلاثي الخطير الهجومي الشحات وكهربا وبيت ستاو. عايز اقول لك يا اسلام، الراجل من خلال الاستراتيجيه بدا يستفاد من الاخطاء اللي كانت قبل كده او الملاحظات اللي كانت قبل كده، وخصوصا ان احنا يمكن في كاس العالم لابطال الانديه وقعنا في بعض الاخطاء، ان احنا كنا كسبانين اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه، وبعدين بدات النتيجه تبقى مش في صالحنا بسبب ان الاندفاع الهجومي الفتره ديت الراجل بدا. يمكن احنا شفنا في مباراه الرجاء كان عندنا 75% المباراه الاولى نزعه هجوميه، وكان حوالي 20 25 تامين دفاعي. لما رحنا المغرب الراجل فاجئنا ب 70% تنظيم دفاعي على اعلى مستوى، تقارب الخطوط الثلاثه، سد الثغرات على مفاتيح لعب الرجاء البيضاوي، وقدر النادي الاهلي يعتمد على جمله كونتر اتاك او كره ثابته يقدر يباخد بيها الرجاء البيضاوي. فبدا الراجل يشتغل في الاستراتيجيه بشكل كبير، وبدا تقسيمه للمباريات بشكل كبير. النهارده يعني كانت المباراه واعتذار الزمالك، الراجل كان مركز على لقاء الزمالك، لكن لما جاله خبر بان بيرمز هو البديل بدا الراجل يرجع تاني يتفرج على بيرمز من خلال مبارياته السابقه، ويقدر يعمل استراتيجيه جديده يقابل بيها بيرمز في هذه المباراه. نتمنى ان شاء الله باذن الله يعني التوفيق لمستر كولر في اختياره لطريقه اللعب واختياره للتشكيله الامثل لهذه المباراه.